أهلا بكم. تتزايد في الآونة الأخيرة الأخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، في ظل وساطات عربية وأوروبية وأمريكية متسارعة. في نيويورك تايمز كتب بيتر بيكر مقالا عن شكل الاتفاق الذي من المفترض أن تتوصل إليه الأطراف المعنية، فقال إن المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق يعلق الحرب على غزة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس. ويرى الكاتب أنه لا يزال يتعين التفاوض بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن ينظر إليها على أنها قضية قابلة للحل. ويشير الكاتب إلى أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن إيقاف الحرب لمدة شهرين يمكن أن يمنع عودتها بالوتيرة ذاتها. ونبقى في نيويورك تايمز، حيث رأى الكاتبان باتريك جينغسلي وإدوارد وونغ أن ثمة سعيا أمريكيا وعربيا وإسرائيليا لصياغة اتفاقات لإنهاء الحرب على غزة. وقالا يسعى كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب إلى صياغة ثلاث اتفاقيات متوازية ولكنها مترابطة من شأنها أن تنهي الحرب على غزة. وأضاف المناقشات الرئيسية تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادل أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين. وأبرز الاقتراحات التي تجري مناقشتها نقل رئاسة السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، وإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة، وإصدار قرار يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. وول ستريت جورنال ناقشت من جانبها مبادرة عربية لإطلاق سراح المحتجزين لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، ونقلت عن مسؤولين مصريين قولهم الوسطاء قدموا اقتراحا يفضي إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر تقريبا. لافتة إلى أن الاقتراح الجديد يأتي في الوقت الذي يجتمع فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز في باريس نهاية هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء القطري ومفاوضين من الاستخبارات المصرية والإسرائيلية. وأشارت إلى أن الاقتراح يدعو إلى وقف مبدئي للقتال لمدة 6 أسابيع للسماح بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وتزيد من تدفق المساعدات إلى غزة، منوهة إلى أن حماس ستحصل على ضمانات دولية بما في ذلك من الولايات المتحدة بأنه سيتم التوصل خلال فترة توقف القتال إلى اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب. الفاينانشال تايمز عرضت خطة بريطانية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، تضمنت إطلاق سراح المحتجزين وإقامة دولة فلسطينية. وقالت إن المبادرة التي ناقشها وزير الخارجية ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تدعو إلى وقف فوري للحرب لضمان إطلاق سراح المحتجزين والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. كما تضمنت المبادرة البريطانية إخراج كبار قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى. ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله هناك إجماع متزايد في المجتمع الدولي على أن صفقة المحتجزين والوقف المؤقت هما المفتاحان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. الصحيفة رأت أن هناك تحديات كبيرة أمام إنهاء الحرب وأطلاق عملية سلام جديدة، أبرزها معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأي تحركات نحو إنشاء دولة فلسطينية ورفض أي وقف دائم لإطلاق النار في إطار صفقة المحتجزين. وفي ذا هيل نقل الكاتب جو جاكيز عن مسؤولين مصريين قولهم إنهم
توصلوا إلى مقترح من شأنه أن ينهي الصراع المستمر منذ أشهر بين إسرائيل وحماس، ويشهد إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار لمدة أشهر. ويشير الكاتب إلى أن وقف إطلاق النار المفترض سيستمر 4 أشهر، وسيشمل هدنة مبدئية مدتها 6 أسابيع حتى تتمكن حماس من إطلاق سراح ما تبقى من النساء والأطفال وكبار السن. ويقول الكاتب أنه بناء على المقترح ستطلق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين، وستسمح بتدفق متزايد للمساعدات